قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي وايضا احد المرشحين ضمن قائمه الكابتن محمود الخطيب. استاذ طارق برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسلام الشاطر الاستاذ عصام شلتوت. وكنا بنتكلم على المشهد الحضاري اللي احنا شفناه سواء من افراد قائمه الكابتن محمود الخطيب او المستقلين مع بدايه فتح باب التصويت، الجميع اتقابل سلم على بعض، الجميع بيهدف لخدمه ابناء النادي الاهلي. تحياتي لحضرتك يا استاذ فاروق والشغل اللي انتم عاملينه للامانه يعني حاجه هايله، وتحياتي للكابتن اسلام والاستاذ عصام شلتوت اللي كانوا منورين النهارده برضه. الحمد لله، يعني منظر يعني مظهر رائع للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. زي ما بنقول دايما جمعيه عموميه للنادي الاهلي تراهن عليها، تقدر تراهن عليها على وعيها وعلى دايما حضورها المتميز. الحمد لله جمعيه عموميه النهارده حضرت زي ما حضرتك تفضلت باكثر من 20,000 في ظل ظروف كلنا عارفينها، ظروف الكورونا، وفي نفس الوقت ظروف ان ما فيش قايمه قدام قايمه كابتن محمود الخطيب، فكان ناس كتير متوقعه العدد يبقى قليل جدا، لكن الحمد لله كعياده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دايما بتحرص انها يكون لها الكلمه العليا في مستقبل ناديها. فالحضور ده طبعا هو حضور متميز، والحمد لله اليوم عدى بدون اي حاجات يعني تنغص قدر اليوم ده او النادي الاهلي، حاجه مميزه دايما النادي الاهلي يتميز بيها. استاذ طارق، الجميع بيتنافس ولكن الجميع هدفه للنادي الاهلي، فالتنافس شريف، جميع بيتقدم، الجميع كله هدفه خدمه النادي الاهلي. يعني الحمد لله في النهايه زي ما كنا بنقول يعني قبل اليوم ده بتاع الانتخابات، ان في النهايه ده بيصب لمصلحه عضو الجمعيه العموميه. والحمد لله احنا احترمنا الانتخابات، يعني عدم وجود قائمه منافسه ده ما خلناش ان احنا ما نتحركش كانتخابات، يعني كان عندنا احترام كبير جدا لمعنى كلمه انتخابات، وتحركنا كتير لعرض نفسنا مره اخرى على جمعيه عموميه بعد الدوره اللي فاتت، والحمد لله كله شاهد الانجازات اللي حصلت في الدوره اللي هي منتهيه لمجلس كابتن محمود الخطيب. استاذ طارق، المستشار وحيد احمد عوض رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات النادي الاهلي، وايضا الدكتور سيد حزين رئيس الجهه الاداريه المشرفه على انتخابات النادي الاهلي، الجميع اشاد بتنظيم النادي الاهلي، الجميع اشاد ان مفيش خروقات او في مخالفات في انتخابات النادي الاهلي، وايضا اشاد بالعدد وقال ده رقم قياسي طبقا للظروف المحيطه بجميع الانديه في هذا التوقيت. بص يا فندم، المساواه بين طريقه التعامل مع جميع المرشحين من خلال الاداره التنفيذيه، اما تشوف الكلام ده بيحدث تحس انك في النادي الاهلي. الاداره التنفيذيه كانت بتعاملنا كلنا على قدر المساواه، سواء اللي هم اعضاء مجلس اداره في الدوره المنتهيه او المرشحين اللي امامهم. واعتقد حضرتك ده شفناه في كل حاجه، في المركز الاعلامي للنادي الاهلي ما كانش فيه اخبار بتنزل لينا خالص في المركز الاعلامي طول فتره الانتخابات، ومع الاداره التنفيذيه تم المساواه في كل في التعامل بيننا وبين كل المرشحين. ده قدر النادي الاهلي وده حق الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي علينا كلنا ان يتم بهذا التعامل ويكون النادي الاهلي يظهر بهذا المظهر الحضاري اللي يشرفنا كلنا كاهلاويه. بعد فرز 68 لجنة، كل المؤشرات الأولية بتوضح تقدم قائمة الكابتن محمود الخطيب وبفارق كبير. يعني الواحد ملتزم لما القاضي الجليل يعلن النتيجة يبقى لها حديث آخر إن شاء الله. أشكرك يا أستاذ طارق وبالتوفيق دايما. أشكرك يا أستاذ فاروق. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع الاستاذ طارق قنديل المرشح لعضويه النادي الاهلي ضمن القائمه فوق السن. طبعا زي ما قلنا تم الانتهاء من فرز 68 لجنه كابتن اسلام، كل المؤشرات الاوليه بتوضح طبعا خلاص بفارق كبيره جدا اكتساح تام لقائمه الكابتن محمود الخطيب، حاله الهدوء، حاله الفرز اللي بتتم بصوره مستمره. اعتقد يعني تقدر اقول لك ان خلال ساعتين او ثلاث ساعات هيتم الانتهاء من كافه الامور وهيتم الاعلان عن مجلس إدارة النادي الأهلي. أنا موجود معك يا كابتن إسلام لو في أي استفسار أو أي تساؤل. أنا أهم